أعزائي متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة أسبانيا وكرواتيا التي تقام بالجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية التي تقام اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018. كما نقدم لكم القناة الناقلة للمباراة بالتفصيل ومعلق المباراة أيضا. وتقام مباراة أسبانيا وكرواتيا اليوم على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو بمدينة إليتش بأسبانيا، ويدير المباراة تحكيميا الحكم الفرنسي بينوا باستيان. وتقام مباراة أسبانيا وكرواتيا أيضا اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، و8:15 بتوقيت تونس والجزائر، و11:15 مساء بتوقيت الإمارات، و10:15 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، و7:15 مساء بتوقيت جرينتش والمغرب. كما تذاع المباراة بث مباشر عبر قنوات بي ان سبورت اتش دي 2 المشفرة وكانال 5 ايطاليا الايطالية المفتوحة، كما يعلق عليها المعلق الرياضي حفيظ الدراجي.